قال مكرها كان أو ناسيا، مكرها كان أو ناسيا. هذه القضية يعني بعض أهل العلم يفصل فيها، يقول هل يمكن أن يكره الرجل؟ يعني المرأة تكره، ممكن ما يسمى بالاغتصاب، أن تغتصب المرأة سواء من زوجها أو من غيره، هذا إكراه. زوجها مجرم مجنون، أتى زوجته في نهار رمضان، اتق الله، حاولت فيها اغتصبها، هذه مكرهة. لكن يقول هل يمكن أن يكره الرجل؟ بعض أهل العلم يقول لا يتصور أن يكره الرجل، لا يمكن أن الرجل يكره على الجماع، لأن الجماع لا يكون إلا بانتصاب العضو التناسلي، وطالما أنه مكره إذن لن ينتصب العضو فلن يقع الجماع أصلا، هذا لا يمكن أن يقع. يقول لأنه لا يكره الرجل. وبعضهم قال لا، ممكن أن ينتصب رغما عنه، ممكن أن يقع هذا رغما عنه، وهذه حالات نادرة. لكن لو وقعت وأكره الرجل، الصحيح أنه يعذر في هذا، يعني لا تقع عليه الكفارة. على المذهب يرون لا، الرجل لا يمكن أن يكره، والظاهر والعلم عند الله أن الرجل أيضا يمكن أن يكره وإن كانت حالة نادرة، لكن يكره كما تكره المرأة.